كيبالي دير ان شاء الله غادي يكون واحد انا بعدا كاين الوداد طبيعه الحال غنشجع الوداد ان شاء الله التشكيله ديال الوداد يعني مقارنه مع الرجاء يعني ما راك عارف الرجاء افتقدات بانون وعندهم ازمه اقتصاديه وازمه نفسيه كيبان لي انايا ان شاء الله غادي تربح الوداد. بالنسبه لي انا المقابله ديال الديربي كتكون ما معروفاش النتيجه ديالها نظرا حاليا الفريقين عندهم واحد المستوى اللي تقريبا ما نقولش متقارب ولكن فريق الرجاء ما نخافش عليه لان عنده لعابه كيتقاتلوا على توني وكيحطوا داكشي اللي عندهم في ارضيه الملعب. بالنسبه للغريم حتى هما باغيين يربحوا في الديربي لان هذه هي الفرصه ديالهم باش يردوا شويه ديال داكشي اللي دات في الريمونتادا لان باقي ما باغاش تصرط لهم داك الاقصاء ديال الريمونتادا اللي كنتمنى ان من فريق الرجاء يكون في المستوى ديال تطلعات الجماهير. انا كنتمنى الفوز للرياضي واللي يستحق فانا ودادي ورجاوي بجوج انا مشجع لكره القدم ومشجع للمنتخب الوطني المغربي وسواء كانت الرجاء او الوداد اللي ربحوا فاللي لعب مزيان يستحق انه يربح وتكون يعني فرجه ممتعه للجماهير وتكون واحد الروح الرياضيه سائده في الميدان وتنتمنى التوفيق ومزيد من العطاء الرياضي للمغاربه جميعا. كنتمنى فوز فريق الوداد بشي حصه هاوسه على فريق الرجاء وان شاء الله مربوح. ان شاء الله يفوز الرجاء بجوز زيرو ان شاء الله ونتمنوا الحظ موفق للوداد كيف الوداد كيف الرجاء المهم راه بيضاوه والحمد لله راه خصنا نكونوا خاوه ماشي عداوه فهمتي. ديربي بلا جمهور طبيعه الحال ما ديربي ما والو الجمهور عنده واحد الطعم اخر فهمتي. تخيل معايا راه كتشجع الجمهور كتحس براسك انت مع فرقتك ماشي من ورا التلفاز والله عرفت شنو ثاني عرفتي شنو من جات هاد كورونا هادي ما كنتش حاسس ما كاينه لا كوره لا والو وحق الله حتى اللعابه كتبان لك اللي بعضهم طيح حيت كاين فرق. تخيل معايا الديربي الاخر اللي تعادلوا فيه والله الا كنت حاضر فيه كانت تبارك الله المنافسه وبالجمهور عادي الراجل ربحاش وبالجمهور ديالك بالجمهور ديالك كتبان ديك الساعه المنافسه. خويا بغي نقول لكم طلقوا لينا التيرانات الله يرحم الوالدين راه توحشنا خويا الفروق ديالنا وبغينا نتفرجوا خويا. المباراه بلا جمهور كتكون شويه صعاب خايبه شو ما ولفنا الاجواء ديال نخرجوا المدرجات ونخلقوا السعاده مع اصحابنا واحبابنا وكنتمنى من الله السيف وجي رجع يحل لينا المدرجات ونرجعوا الاجواء كما كنا ان شاء الله وحظ موفق الرجاء وديما رجع العالم يا رب تربح. تربي بلا جمهور بحال قلتي ناقص لعاب واحد في الماتش وداك اللاعب اللي هو كلشي حيت ملي كتمشي للتيران كتسيبورتي ليكيب ديالك كتزيد اللعاب واحد الموتيفاسيون واحد الحاجه اللي كبيره بزاف. والديربي بلا جمهور هو ناقص واحد الطعم يعني ناقص واحد الطرف كبير اللي هو تيعطي واحد الميزه واحد الزياده للمباراه ناقص ما كاينش بحال هذا عرس بلا ضياف هذا بحال عرس بلا ضياف ففي الحقيقه الجمهور تعطي واحد الاضافه كبيره لكره القدم ولكن نظرا لهذه الجائحه فالانسان يعني ضروري انه يحافظ على راسه وان شاء الله تفوتنا ويرجع الامور ترجع الى ما هي عليه ان شاء الله. كيبان لي ان الديربي كاين واحد الغياب كبير هو اللي غياب ديال بدر بنون اللي كتكون عنده واحد شي حاجه يعني كبيره في الديربي. الغياب ديال بدر بنون ما غاديش نقول لك غادي يكون واحد ما غاديش يكون مؤثر لكن كنتمنى جميع اللاعبين يعطوا الاضافه. انا بغيت نوضح واحد الفكره بالنسبه للجماهير بغيت نوضح لكم ان كره كتلعب يعني غير كتلعب للمتعه ماشي نضارب انا ودادي واحد ودادي ولا رجاوي انا ودادي ماشي عند رجاوي علاش نضارب معاه نقتلو ونصدق والدي في تمارو وهذه علاش حيت الاخر رجاوي لا كره الدارش باش المتعه ما كنتيش اخويا الا كنتي كتقول انا راه جمهور وانا وادي هذه ماشي جمهور انت وليتي مافيا.